ثناء الله في التنزيل، غذاء الروح وخير دليل. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، صاحب العظمة والكبرياء، يعلم ما في البطن والأحشاء، فرق بين العروق والأمعاء، أجرى فيها الطعام والماء، فسبحانك يا رب الأرض والسماء، الذي أحصى كل شيء عددا، وجعل لكل شيء أمدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، وخلق الجن وجعلهم طرائق كددا. سبحانك يا رب، لا يقال لغيرك سبحان، وأنت عظيم البرهان شديد السلطان، لا يعجزك إنس ولا جان. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا، سيدنا محمد ابن عبد الله، وعلى أهله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم الأسبوعي حقائق وأوهام، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأشكر لكم متابعتكم وحرصكم، وأسأل الله جل في علاه أن ينفعني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتني وإياكم إلى الحق، وأن يستعملنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، آمين. أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، الأحباب في الله، كما عودتكم أن هذا البرنامج يتكلم عن قضية العلاج بالقرآن والرد على المنكرين والمبتدعين في هذا المجال. نكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياك شيخ أحمد. الحمد لله، ربنا يبارك فيك، تفضلي يا منور. سمحت يا شيخ أحمد، بس عايز أسألك على حاجة. تحت أمرك. بقول لك أنا بقالي 6 شهور تعبانة، ولفيت على شيوخ كتير قوي، ولفيت على دكاترة كتير قوي، وما فيش فايدة في اللي أنا فيه. إيه اللي أنت فيه يا منور؟ على طول عندي ألم في جسمي، وعلى طول عندي خنقة، وأروح أقعد أعيط كده لوحدي، وأتعصب خالص على البيت. نعم. وعلى طول مش عارفة، إحساس الموت ماسكني بطريقة فظيعة. بتصلي يا منور؟ انا بصلي وما بسيبش ولا فرد، الحمد لله. رحت المشايخ؟ ايه؟ رحت المشايخ قبل كده؟ رحت لمشايخ كتير قوي. قالوا لك ايه بقى؟ ما مش كل يعني كلامهم مش واحد، اللي بيقرا عليا بيقول لي معمول لك عمل. طب انت لما بتسمعي القران يا منور بتحسي باي اعراض؟ لا عادي خالص. لا عادي، بسمع قران عادي. تمام، لكن الاحساس بالموت دايما يعني على طول حاسه ان انا هموت، لو حد جالي من اخواتي حاسه ان انا هموت، على طول بيجي لي خنقه، وزي ما يكون حد بيخنقني، واروح بقعد اعيط اتعصب بطرافه، زي ما ممكن ابقى اكسر اي حاجه قدامي. طب احلامك عامله ايه يا منور؟ بحلم احلام على طول، احلام كلها في المقابر. يعني ما بحلمش مثلا ضاع مكان عالي، بغرق بطير، قطط، تعابين، ناس ميته؟ لا مفيش حاجه زي كده خالص. مفيش اي احلام، بس في المقابر بحلم بالميتين على طول. طب بحلم بالناس اصلا ما شفتهاش قبل كده. طيب بص يا منور، نصيحه من اخوك، يعني ما تروحيش لمعالج خالص، فماني ما تروحيش لحد خالص، وهاتي ورقه وقلم وانا هقول لك تعملي ايه. ماشي، جزاك الله خيرا يا منور. السلام عليكم. السلام. كما عودتكم ان هذا البرنامج يتكلم عن قضيه العلاج بالقران والرد على المنكرين والمبتدعين في هذا المجال، وكيف احصن نفسي وبيتي من الشياطين. ان شاء الله اليوم انا هبدا اجاوب على بعض الاسئله التي طرحت علي عبر الصفحة الخاصة بي على الفيسبوك، وبرضو الأسئلة اللي اتسألتها كتير جدا عبر الهواء، ولم يمكنني الله من الإجابة عليها طبعا، لأن انتوا عارفين وقت الحلقة بيبقى يعني الحمد لله. المهم، السؤال الأول اللي اتشدت لي جدا، أختي كانت بتقول لي بالله عليك يا شيخ تقول لي، أو تبدأ الأول بأعراض المس والسحر وتقولي البرنامج العلاجي قبل الدخول في موضوع الحلقة لمن به مس أو سحر. طبعا أنا عارف أن أنا كنت كل دايما بقول في آخر الحلقة هقول برنامج علاجي، ولكن ليضيق وقت الحلقة ما كانش فيه وقت أن أنا أقول برنامج العلاجي، فهبدأ إن شاء الله بأعراض من كان به مس أو سحر. ودايما بقول في كل حلقة الأعراض اللي هقولها ممكن تكون في ناس كتيرة جدا، ممكن يكون الموضوع دوت نفسي، ممكن يكون طبي، ممكن يكون ليه اقتران، سبب اقتران الشيطان بالإنسان، ولكن اللي بيترتب أو بحدد أو بشخص الحالة عن طريق القراءة. من أعراض المس والسحر زي ما عودتكم دايما الحزن والاكتئاب، الإحساس بالاختناق وضيق التنفس، دايما مخنوقة مش عارفة مخنوقة ليه، الذي يفقد الثقة بالنفس، اللي على طول دايما يلازمه الفشل في كل ما يقوم به. برضو من
أعراض المس والسحر، عدم الإنجاب دون سبب طبي، الشعور بالإنجراف إلى السلوك السيء، دايما على طول بعمل حاجات ومعاصي ومش عارف أنا بعمل ليه كده وبندم بعديها. برضو من الأعراض التردد في اتخاذ القرارات، الانطواء، العزلة مع كراهية وبغض أحسن وأحب الناس إليك، السدود عن المذاكرة، الدراسة، العمل، البيت، الزوجة، اللي يقولك مثلا بحس دايما بتنميل في جسمي ويروح يكشف، أو يقولك أنا دايما بحس إن حاجة تمشي في جسمي ومفيش أي أسباب حتى طبية. نكمل بعد هذا الاتصال. أبو أحمد السلام عليكم. اللي بيتكلم عندي أي فرد. أبو أحمد السلام عليكم. ده اللي حضرتك. اتفضل يا محمد. معايا بنت يعني زي ما تقول عندها مس أو حاجة زي كده، ويجي لها خطاب وهي اللي ترفض. بترفض بسبب أبو أحمد ولا بدون سبب؟ نعم. بترفض بسبب ولا مفيش سبب؟ لا مفيش سبب خالص، مفيش سبب. يعني بترفض من غير سبب؟ من غير سبب خالص. عندها قد إيه يا محمد؟ هي صار عندها مس أو حاجة زي كده. انت يعني حد وديتها عند حد قرأ عليها قالك عندها مس؟ ايوه وديناها، ايوه وديناها، ويعني غالبا بقى بسنة ولا سنة ونص. عندها قد ايه يا ابو احمد؟ عندها 20 هي 20 سنة. 20 سنة؟ بتصلي هي ولا لا؟ اتصال انقطع؟ طيب تابعنا يا ابو احمد الاعراض اللي انا بقولها، وفي الاخر هقول برنامج علاج ان شاء الله. اي واحد في الاعراض اللي انا بذكرها ديت ان شاء الله يجيب ورقة وقلم ويكتب اللي هقول عليه. برضو قلنا من الأعراض كراهية المنزل أو الزوجة أو الأبناء أو النفس أو الأقارب، الصدود عن العبادات وعلى الأخص الصلاة وتلاوة القرآن أو الاستماع إليه، التلذذ والارتياح بقذارة الثوب والبدن والمكان، دايما في شك في العقيدة، الانكباب دايما على المعاصي. برضو من أعراض المس والسحر الشراهة في الطعام والشراب، نقدر نقول برضو تغيير مفاجئ في طباع المسحور، بمعنى من الحب إلى الكراهية، ومن الصحة إلى المرض، ومن العبادة إلى المعصية، ومن الفرح والسرور إلى الحزن والضيق، ومن الحلم إلى الغضب، وإلى غير ذلك. وجميع الأمراض الجلدية التي لا يعرف الطب سببها، خاصة الأمراض الجلدية والباطنية والنفسية. ناخد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أستاذة منة الله السلام عليكم، تفضلي. عليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يرضى عنك، اتفضلي. لو سمحت انا اختي في مشكله معاها كنت عايزه اقولها لحضرتك. اتفضلي يا منى. هي اختي متجوزه من فتره كبيره وما حصلش حال. نعم. في حق المجهري وبرضه ما حصلش حال. وهي عملت البرنامج العلاج اللي حضرتك قلت عليه، وظهرت ليها في جهه اثر كدماء. هل صوتك منى؟ منى. فحضرتك تنصحها بايه؟ منى معلش لحظه واحده. هي لما عملت البرنامج ايه اللي حصل؟ نعم؟ لما عملت البرنامج العلاجي ايه اللي حصل؟ معايا منى؟ مش سامع حضرتك كويس. سامعاني كده؟ منى؟ ايوه. لما عملت البرنامج اللي انا بقول عليه ايه اللي حصل معاها؟ ظهرت ليها في جهه اثر كدمات. كدمات زرقاء زي قرصه كده؟ في دراعها ولا في رجليها؟ لا في رجليها. من فوق الركبة؟ مش عارفة بالظبط والله يعني. طب يعني هي علامة واحدة اللي ظهرت؟ مفيش حاجة تاني؟ لا علامة، مفيش حاجة تانية غير علامات بس زرقاء في رجليها أثر كدماء. طيب ما كانش بيحصل أي حاجة أثناء سماع الرقية أو أثناء البرنامج العلاجي غير كده؟ يعني مثلا كان هي بس أثر الكدماء. بس. أصلا متعصب ومتنرفز. تمام. طب راي الاطباء ايه يا منى؟ ايوه راي الاطباء، راي الدكاتره ايه؟ طيب بص يا منى، احنا الاول نشوف الاسباب الطبيه ايه ونمشي ورا الاسباب الطبيه. يعني مش كل حاجه، يعني انا لسه قايل من شويه موضوع المس او سحر ممكن يكون سبب من اسباب عدم الانجاب، ولكن ما يكونش فيه اي اسباب طبيه. حتى لو في سبب طبي ممكن اجتهاديا نعمل الحجامه، نمشي مع الطب النبوي. مش معنى كده ان اقول لك او اقول لك نبعد عن الطب، لا امشي كده وامشي كده. نكمل اعراض من كان به مس او سحر والتاكد من عدم وجود اي سبب طبي. من الاعراض برضو الم في اسفل الظهر دايما والركبتين، مع ملاحظه كدمات زي ما لسه قايله منه بلون ازرق او احمر او اخضر في الدراع او الفخذين
ولكن دون سبب طبي. ممكن يكون السبب الطبي فيه سيولة في الدم، ممكن ماشية اتخبطت حد قرصني، لكن بدون أي أسباب تطلع لي العلامات ديت، ده سبب من الأسباب. برضو من أعراض المس والسحر الإحساس بالخيالات المتتابعة. يعني أختي تقول لك أنا دايما أبص لأي حاجة عدي تبص ما لقاهاش، أسمع حد دايما بينادي عليا، أو الشعور بوجود أشخاص في المنزل، أو مثلا أثناء النوم. برضو من أسباب المس والسحر ومش شرط عدم التوفيق في الزواج، ولكن دون سبب قد يحدث اختلاف في الشروط. برضو من الأعراض القلق، الأرق، التوتر اللي بيروح في النوم بصعوبة، أو عدم القدرة على النوم أصلا، الشرود والذهول والنسيان وسرعة الغضب والضحك والبكاء دون سبب طبي. السلام عليكم. السلام عليكم. حسين اتفضل. السلام عليكم. ازيك يا شيخ احمد؟ الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. دلوقتي يا شيخ انا المدام عندي كانت لو بتشوف حد شبهي، يعني بتشوف حد شبهي في الشقه. في وجودك ولا وانت مش هنا؟ في وجودي او غير وجودي. طب اكتر شيء بيحصل وانت موجود ولا غير موجود؟ ما هي بتسع، هي ما حصلتش كتير الموضوع ده، يعني بتاع من 6 سنين كده حصل 5 مرات او 4 مرات بس. وفي مره حد حاجه جريت يعني دراعها كان مزرق من فوق كده من تحت الكتف على طول. نعم. يعني طب في اي اعراض بتصدر منها يا حسين؟ نعم. في اي اعراض بتحس بيها هي؟ هي الصداع مستمر وخانقه وعياط لوحدها ومش طايقه الشقه. هي بتصلي ولا حسين؟ حد. بتصلي. نعم. هي بتصلي؟ بتصلي متقطع. طيب بص يا حسين، ما تدخلش نفسك في القصه ديت، انا كده كده برضو هقول برنامج علاجي، هات ورقه وقلم واكتب اللي هقوله لك. بس هي ما ينفعش تعمله غير مع الصلاه، يعني لازم الصلاه يا جماعه. ما حدش يقول لي انا بشتكي من اعراض مس او سحر وانا ما بصليش. طب ما انا لا املك لك شيئا لا نفعا ولا ضرا. لازم يا جماعه الاول الصلاه، صله بينك وبين الهك. برضو من اعراض المس والسحر الصداع المستمر، الصداع المستمر دون تحديد سبب طبي. برضو من الأعراض الكسل، الخمول، النزيف المستمر عند النساء، ولكن برضو دون تحديد سبب طبي. المشاكل بقى المستمرة بين الزوجين برضو، يعني هنقول دون أسباب مقنعة، يعني مفيش أسباب يعني ممكن تكون هايفة جدا عفوا، ولكن تلاقي الزوج أو الزوجة بيكبروها. برضو من الأعراض الامساك المزمن، ولكن دون تحديد اي سبب طبي. نكمل بعد اذن الاتصال. هلا. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضلي. هلا. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ربنا يبارك فيك. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، ان الشهر 4 اللي فات، يعني مثل الشهر اللي احنا فيه ده، كان جالي دور كده ضربات قلب سريعه. وحاجه ماشيه بتيجي من رجليا لغايه صدري زي النمل كده يا استاذه هلا. طيب ضربات قلب سريعه ومش قادر اخد نفسي، ولا باخد نفسي عادي؟ ضربات قلب سريعه وصدري مكتوم كده ومش قادره اتنفس. بتصلي ولا لا؟ وحاسه يعني ان انا عمري ما جالي الدور ده قبل كده. بتصلي ولا لا؟ بصلي. طب الاحلام عامله ايه معاك؟ بصلي يا شيخ الحمد لله. الاحلام عامله ايه معاك يا هلا؟ انا فعلا انا بحلم يا شيخ، اللي انا فعلا على طول كم مره اللي انا بقع من مكان عالي، واللي انا وانا بقع بحس اللي انا طايره كده من المكان ده. طب في انتفاخ دايما عندك، احساس بالقيء دايما؟ انا عندي يا شيخ، عندي فعلا انا بيجي لي صداع، ولما بيزيد قوي بقوم مرجعه غصب عني، برجع مرة أو مرتين. طيب حصلولي. لو خدت علاج للصداع، الصداع بيروح ولا بيفضل مستمر؟ بيروح. لا بيروح. طيب يبقى ده كده سبب طبي ملوش علاقة. بس في حاجة يا دكتور، في حاجة اللي أنا رحت يعني لدكاترة كتير، وعملت إيكو على القلب كم مرة، ما عنديش أي حاجة في القلب. تمام. وفي الاخر بقى دكتور القلب قال لي ده توتر عصبي. رحت لدكتور نفسي يعني مخ واعصاب، بيقول لي اللي دوت حاله نفسيه، ومن يوم ما خدت العلاج يعني انا حاسه بتحسن، بس ضربات قلبي برضو زي ما هي. امال حاسه بتحسن في ايه؟
حاسه بتحسن في النمل اللي ماشي في جسمي ده. تمام، انت عندك سكر او ضغط؟ لا ما عنديش حاجه، ضغط بيبقى واطي. ضغطك واطي؟ اه. طيب مش هاتي ورقه وقلم وهقول لك تعملي ايه، وما تروحيش لمشايخ يالا خالص. جزاك الله خيرا. طيب مدام شيماء، السلام عليكم. اتفضلي يا مدام شيماء. علي صوتك يا شيماء. انقطع؟ طيب معلش يا شيماء، حاولي اتصال تاني. بالنسبه للاستاذه هاله، مش عايزين نكبر الموضوع يا استاذه هاله، الموضوع طالما مثلا يعني خدت علاج طبي والموضوع الحمد لله في تحسن، ما لجاش لموضوع المشايخ والمس والسحر والكلام ده. في اخت بعت لي رساله على الفيسبوك بتقول لي انا عندي سؤال باستفسار بخصوص موضوع الاخت هاله اللي لسه متصله من شويه، انا منتظر سؤالك. ربنا يبارك فيك. المهم برضو من اعراض المس والسحر الام متنقله في اعضاء الجسم دون تحديد اي سبب طبي، اشياء كثيره توجعني في جسمي واروح واعمل اشاعات وتحاليل ومفيش اي سبب طبي، وباخد علاج وبرضو مفيش سبب طبي. برضو من ضمن الاعراض، ولكن بعد هذا الاتصال مين اسمحون. اتفضل يا ابو احمد، السلام عليكم. الله يخليك، اتفضل وبركاته. بقول يا شيخ. اتفضل. يعني موضوع يعني الخط كان قطع وجبت رصيد يعني. اتفضل يا ابو احمد. بقول لحضرتك البنت دي يعني بقى لها بسنه او سنه ونص كده حوالي، وهي يعني زي ما تقول مخنوقه، بتقول انا مخنوقه او اي بص يا ابو احمد او اي حاجه. ابو احمد الخطبه سامعني؟ تقول مخنوقه او احس بتنمل في جسمي وتعبانه يعني كده نفسيا، وتقول لا وهي اللي ترفض. ماشي يا ابو احمد، بص حضرتك انا بقول الاعراض اهي، الاعراض ديت اللي انا بقولها دلوقتي لو موجوده فيها أي. تحضر ورقه وقلم هقول لك تعمل ايه على طول، تمام؟ ايوه حضر بس ورقه وقلم وانا اقول لك تعمل ايه. ماشي يا باشا. جزاك الله خيرا يا ابو، ربنا يبارك فيك. هلا، السلام عليكم. هلا، السلام عليكم. طيب معلش يا هلا، حاولي اتصال تاني. برضه من ضمن الاعراض، اعراض المس والسحر، الاحلام المزعجه، زي مثلا مدام هاله لما قالت، استاذه هاله قالت مثلا السقوط من مكان مرتفع، الاحلام المزعجه زي الكلاب، القطط، التعابين، الاعتداءات المتكرره من قبل النساء. الموضوع ده يا جماعه ان شاء الله خصصت له حلقه، اللي هو ان بعض الاخوات تقول لك انا كل لما انام احلم بحد يعتدي عليا وكانه زوجي، واحيانا بيظهر الموضوع ده في الحلم حد من الأقارب، يعني مثلا الأب، الأخ، الخال. برضو من الأعراض المشي أثناء النوم، المشي أثناء النوم، ولكن دون برضو أسباب، لأنه ممكن يكون الموضوع ده نفسي. برضو من الأسباب الأحلام اللي بيحلم دايما بيقع من مكان مرتفع، والفزع الشديد أثناء النوم والضحك والبكاء، يقولك على طول دايما بدرس على أسناني طول ما أنا نايم، برضو دوت من الأعراض. مدام هاله، اتفضلي يا مدام هاله. لو سمحت يا شيخ. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا متصله بقالي شويه. اتفضلي. بس انا كنت رحت للشيخ يعني عندي في البلد هنا. فالشيخ ده قرأ عليا القرآن والرؤية الشرعيه. نعم. وبعدين جه بقى انا لقيت ايديا الاثنين زي الجسم كله كان منمل، كان خدلان، حاسه ان انا لو رفعت ايدي مش هقدر ارفعها. تمام. فبعدين الشيخ خرر صوابع ايده كلها بابره. الشيخ ايه؟ دم. حسيت نعم. خرم صوابعك بابره؟ ايوه. ايوه معاك. فبعدين يا شيخ حسيت ان الوجع ده اتنقل في رجليا. عمل برضه الابره في رجلك؟ ايوه عملها في الصابع الكبير. عملها في صابع رجلي الكبير. وكان بيهز في رجليا كده يا شيخ، تنزل دم اسود اسود قوي. فحسيت ان الوجع اتنقل في الرجل الثانيه، برضو عمل في الرجل الثانيه برضو دم اسود، دم اسود خالص مش باين يعني. زي العبايه السمراء كده. فانا مش عارفه ده ايه يا شيخ، يعني هل انا كده مس ولا سحر ولا والله إيه؟ بصي خلي بالك، هتزعلي من كلامي؟ لا مش هزعل والله. طيب هو ممكن يكون يعني الوهم يعمل كل الكلام دوت، فاهماني؟ يعني انا دلوقتي لو قلت لك مثلا اقعدي وغمضي عينك
وانا هقرا عليك قران واللي هتشوفيه قولي لي عليه. انا كده هيأت المخ ان هو هيشوف شيء. هيأت المخ ان هو هيشوف ايه حاجه. فبالتالي ممكن تشوفي، مش معنى كده ان انت يعني بتقولي كده وخلاص او بتدعي المرض، لا انت فعلا هتشوفي، ولكن الوهم يعمل الكلام ده. انا شايف الموضوع بسيط، انت ما جيتيش عندنا وشفتي الناس فيها ايه، يعني اللي فيكي دوت الحمد لله ربنا يعافيكي ويعافي المرضى المسلمين يا رب. موضوع بسيط جدا، ولكن انا انصحك بالحجامه، اعملي حجامه تمام. خلاص هقول لك المواضيع دلوقتي اللي هتعمليها. اتفضلي. انا ابني ابني يعني بينام وبيدرس على اسنانه، فانا مش عارفه دي يعني ده ايه سببه ايه. عنده كام سنه؟ عنده 7 سنين والكبير عنده 10، والاثنين بيدرسوا على اسنانه. لا ما تدخليش العيال في العفاريت يا حاجه، اسمعي اللي بقول لك عليه، ما تدخليهمش في العفاريت دي خالص. يعني ملوش علاقه. لا 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 لا، ممكن يكون بس علاقة. لا ممكن يكون من لعب، من شقاوه، من الكلام دوت. وخلي بالك ممكن الانسان برضه يبقى نايم يخرف بحاجات حصلت في نفس اليوم، بيبقى تعب عادي، مش شرط كل واحد عمل كده يبقى ملبوس. لا بصي طلعي الفكره من دماغك خالص. لو سمحت يا شيخ، هو ساعات هو بيحلم اللي في واحده سمره جايله في الحلم لابسه اسمر. شكلك انت اللي عامله فيهم كده. لا والله. لا ما تحطيش الموضوع في دماغك خالص، فهماني، وطلعي دماغك من القصه دي. انت التزمي بس في الصلاه وقراءه القران وقيام الليل، وطلعي نفسك من قصه العفاريت والمس والسحر بالله عليك. في رعاية الله. الوهم يا جماعه مشكله، ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك يا رب. انت ما خسرتيش حاجه ان حضرتك بتسالي وتطمني، بس المشكله بس ان ايه يا جماعه، يعني انتوا لو مكاني انتوا ما شفتوش اللي انا بشوفه. يعني كتير جدا بتجيلي، يعني مثلا يوم ما يجيلي مثلا 40 50 حاله يوميا مثلا، اطلع منهم مثلا 10 بس هم اللي تعبانين واشك كمان فيهم تمام. لكن مش كل حاجه جن، احنا غلبنا العفاريت بتصرفاتنا وافعالنا، ما حدش يزعل مني. الوهم يقتل الانسان. انا دايما لما قلت، انا دايما بقول المثال دوت، لما كان واحد محكوم عليه بالاعدام وقالوا له انت كده كده محكوم عليك بالاعدام وهنموتك بس بطريقه تانية، بطريقه ان احنا هننزل دمك دوت نقط. طيب نكمل القصه على هذا الاتصال. سحر السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا سحر. انا كنت عايز اسال الشيخ عن حاجه. معاك يا احمد اتفضلي. كنت عايزة أعرف في حاجة اسمها سحر عقارين ولا لا، وعلاجه إيه؟ سحر القرين؟ أيوه. حاضر حاضر يا سحر هجاوبك. حاضر ربنا يبارك فيك. هو في يا سحر طبعا في حاجة اسمها سحر القرين. هو كده كده السحر لو عرفناه إن هو الساحر بيقوم بجلب شيطان أو جني، بعد ما بيجيب الجني دوت بيحضره بقى بطرق بقى شركية مفيش داعي إن أنا أذكرها، ويخلي الشيطان ده يروح مثلا على احمد عشان ينفذ غرض معين. ممكن من شده كفر الساحر يخلي القرين هو المسؤول عن السحر ده. طيب ناخد الاتصال ده. السلام عليكم. ام جمال السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام جمال. لو سمحت يا شيخ. اتفضلي. انا معايا جوزي. كان جه في رمضان كده صام شويه وتعب. جه في رمضان ايه؟ في رمضان صام لحد نص رمضان. نعم. وجه تعب شويه. وبعد كده قعدت كشفنا له ودينا عند جهاز هضمي، حصل معاه ضرر امساك كده اهوت وتعب. تعب ازاي طيب؟ ايه نوع التعب اللي فيه يا ام جمال؟ نعم؟ تعب ازاي؟ ايه نوع التعب اللي فيه؟ يعني حصل معاه ضرر تعب كده اهوت بطل، يعني ضعف خالص. وجينا روحنا عند جهاز هضمي ودينا كشفنا له عند جهاز هضمي. عمل له تحاليل لجميع اعضاء جسمه. ما لقاش عنده اي حاجه. تمام. وبعد كده ضعف خالص جسمه كله مريح بطلان خالص. هو عنده قد ايه؟ عندي 49 سنة. 49؟ بيصلي ولا لا؟ بيصلي الحمد لله، ما فيش فرق. وادي كتير مشايخ بقى وكلام. بس معاه شد كده عصب. راح لحد قرأ عليه أو حاجة؟ ها؟ راح لحد قرأ عليه أو حاجة؟ لحد قرأ عليه؟ لا ما راحش لحد. طيب تمام، طب اسمعيني من خلال التلفزيون يا أم جمال. ما تردوش لحد يا أم جمال. طيب عشان وقت الحلقة برضو ما يفوتناش، أنا هقول البرنامج العلاجي. أي حد شاكك انه في مس او سحر او حسد يجيب ورقه وقلم دلوقتي ويكتب اللي انا هقول عليه. اول حاجه يا جماعه اليقين في الله، لازم اكون واثق في ان الله هو الشافي، لا احمد ولا محمد ولا فلان ولا علان، الله هو الشافي. تاني حاجه المحافظه على الصلوات الخمس في وقتها. بالنسبه يعني للبيت للنساء، في المسجد للرجال،
المحافظة على أذكار الصباح والمساء بعد كل صلاة. اعمل اللي أنا بقول عليه، لقيت نفسك بعد قضاء الله وقدره أنت زي ما أنت، يبقى العيب فينا احنا، العيب عمره ما يكون في القرآن. طيب نكمل على هذا الاتصال. أم يوسف السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا موسى. إيه؟ معلش أنا مش سامعة صوت حضرتك قوي. تحت أمرك اتفضلي. أنا ابني كان عنده سنة ونص بيتكلم وفي الطفل طبيعي. نعم. فجيت بيه فقد الكلام، مش فاهم اللغة بتاعتي، إيه بياكل، بيلحس البول بتاعه، بياكل براجه، بيحب ياكل الشعر، بياكل الزبالة. إيه كأنه إنسان تاني، بيمشي في الضلمة، بيشوف الضلمة. ده إيه أول طفل ليك يا أم يوسف؟ لا تاني طفل ليا. تمام، هو عنده سنة ونص دلوقتي؟ عنده 3 سنين دلوقتي. 3 ومازال بيعمل نفس الأفعال دي؟ زي ما هو، وبيقعد ويقعد ويحب، كأنه بيكلم حد. بيحب يلعب مع خياله. عايش في كوكب تاني غير كوكبنا ده خالص. بلف بقى على كل الدكاترة، ما عندوش حاجة، المخ سليم. تمام، طيب نومه طبيعي؟ اه بينام كتير. لا يعني مثلا وهو نايم ما بيقومش يتفزع دايما، يبص في السقف كتير؟ اه ممكن يقوم يقعد ويفتح عينيه. ويبص ويفتح عينيه بس هو نايم. بس هو نايم. طب ياكل كتير؟ ساعات ياكل كتير وساعات ما ياكلش خالص. احيانا تحس ان هو عدواني شويه؟ عدواني جدا، وممكن موت اي عيل في ايديه. تمام، طيب انت رقيتيه، قراتي عليه قران؟ شغلت الرقية الشرعية. طب أم يوسف أنا آسف، معلش أنا آسف يا أم يوسف، الموضوع بتلاقيه بيزيد كل يوم بعد يوم؟ الإيه؟ الموضوع نفسه، الأفعال اللي بيعملها ديت بتزيد يوم بعد يوم؟ ساعات يبقى كويس وساعات يقلب تاني. ساعات يبقى كويس وساعات يقلب تاني. تمام، طيب سمعتي الرقية الشرعية قبل كده؟ سمعته، كان نايم نعسان، صحى يعيط وبيمسك لي رجليه، ولقيت لي رجليه كأنها ملسوعة. طب كنت حاسه بصهد يعني؟ كنت حاسه بايه؟ بصهد سخونيه كده في جسمه؟ مش عارفه. او بيعرق كتير اثناء سماع الرقيه؟ تمام. هو على طول هو نايم عرقان. يعني صيف وشتاء عرقان؟ طب انت وديتيه لحد ولا سمعتيه في البيت الرقيه؟ ايه وديته للشيوخ كتير وقالوا مفيش فيه حاجه، بس حسيت انهم نصابين، اللي يجيب حله ويحط فيها ميه واللي معرفش ايه، حاجات ما عجبتنيش. طب اوعي تكون حد بقى اداكي حجيبه وقال لك هاتي اسم الام والكلام ده؟ لا ما عملتش حاجه، بس في شيخ لما جاي يقرا عليه قران انا اغمى عليا. يعني لسه اسالك. تمام، انا غبت عن الوعي. طب انت الاعراض اللي انا بذكرها ذكرتها من شويه ديت يا ام يوسف موجوده فيكي؟ انا بصراحه ما سمعتهاش، بس انا لما حد بيتكلم عن الرسول بيتكلم عن القران انا بغيب عن الوعي شويه، بحس بدوخه. طب انت بتصلي ولا لا؟ أنا الحمد لله بصلي، بس بحس ان انا مش وانا بصلي كاني ما صليتش. بتقضي حركات وسكون بس يعني؟ طب في احلام مزعجه بتحلميها؟ انا حلم واحد بيتكرر معايا كتير. اللي هو ان ابني نايم نعسان وفي قطه عماله تمشي عليه. تمام، وانا بحاول اشيلها وهي بترجع له تاني. تمام، هو بص يا ام يوسف، الله تعالى اعلى واعلم، هو كده المشكله فيك انت، وهثبت لك واقول لك ليه. فهماني؟ الطفل من سنه لسن 16 17 ما يتمسش من الجن غير لما. طب معلش انا بسمع حضرتك بالتليفون، ممكن اسمعك بالتليفون؟ اقفلي. حاضر، اتفضلي اتفضلي. الحالات دي قابلتنا كتير جدا. يقول لك مثلا انا الطفل يا جماعه ما يتمسش من الجن في العمر ده خالص، ولكن يتاثر بحاجتين، يا اما بثلاث حاجات اقصد، يا اما من المكان اللي هو قاعد فيه، يا اما من الاب، يا اما من الام. لكن حاجه تخش جسمه لا، ممكن يكون الكلام ده كله من بره. والمجنون مجنون على طول، لكن تلاحظوا ام يوسف بتقول ان يعني شويه يبقى كويس وشويه لا. فانا الله تعالى اعلى واعلم، انا اشك ان حضرتك انت اللي فيك المشكله. ولكن اللي انا هقوله دلوقتي حاولي تعمليه، وبرضه يعني ما تطبقيش البرنامج اللي انا هقوله على الطفل، انت تعمليه الاول وتشوفي الاحوال معاه ايه. يعني قبل كده كان الحالات دي بتجيلنا كتير جدا، لما الاخت تعمل برنامج العلاجي الولد يروق، ينتهي امره. فان شاء الله خير باذن الله، ربنا يرفع عنا وعنك يا رب. مين اسمه؟ محمود. نجلاء السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضلي يا نجلاء. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ احمد؟ طيب الحمد لله. كنت اتصلت بحضرتك الاسبوع اللي فات، قلت لك معايا حجاب وكده، وقلت لي فكيه واستحمى عليه يعني وكده. مستحمي عليه؟ استحمي عليه ازاي؟ اقرا عليه يعني الرؤيه الشرعيه. عملتي كده؟
بس على طول في الم في ظهري مستمر على طول بقى. لما شلت الحجاب تعبتي صح يا نجلاء؟ عشان شلتيه في الم على طول مستمر في ظهري. تمام. والصلاه عامله فيه ايه؟ الحمد لله مواظبه الحمد لله. الحمد لله. طيب هاتي ورقه وقلم واعمل لي هقول لك عليها نجلاء. اول حاجه احنا قلناها الصلاه. انا عايز اكمل برنامج. طب اكمل بس البرنامج العلاجي؟ طيب ياسمين السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي ياسمين. ممكن حضرتك بقى تقولي البرنامج بتاع العلاج؟ حاضر. ما انا بقوله اهو. كل مره مش بتلحق تكملي. حاضر حقك عليا انا اسف. هقوله حالا دلوقتي. اتفضلي. انت جبت لنا الكلام جبت لنا الكلام. اقول البرنامج العلاجي وبعدين ناخد اتصالات. احنا اسفين معلش والله انا عارف ان انا مقصر معاكم. زي ما احنا قلنا اذكار الصباح والمساء. اذكار الصباح طبعا بعد صلاه العصر واذكار المساء. دايما يا جماعه نعمل اللي انا بقول عليه دوت. قراءه سوره البقره كامله بصفه يوميه كل يوم. في اختي او اخ يقول لي دي طويله جدا. ما هو احسن ما تروح لدجال، احسن ما تروح لنصاب، احسن ما تكفر بالله تروح عند واحد دجال. امسك المصحف واقرا. انا مش ليا قران وانت ليك قران، هو قران واحد. نقرا سوره البقره كامله. نسمع اشرطه الرقيه الشرعيه بطريق السماعات. في اخت تقول لي او اخ يقول لي ايه طب خلاص انا هسمع من طريق التلفاز. ما احنا ممكن وانا بتفرج على التلفاز زوجتي تعدي العب مع ابني والتلفزيون شغال، انا مش هركز، لازم بسماعه. وموضوع القراءه على الماء، يعني في اخت قبل كده قالت لي ايه انا مش ما بعرفش اقرا، فشغلت شريط كاسيت في تسجيل وحطت التسجيل في المايه. يعني ده الاسلوب ده غلط جدا. انا الشاهد من الرقيه لازم نفسي النفس على الماء، مش اجيب التسجيل اقرا قران مثلا او شريط او كمبيوتر واحطه في المايه. الكلام ده غلط. نحفظ يا جماعه كل يوم حديث شريف، كل يوم حديث واحد مع سماع الرقيه الشرعيه. يستحسن بعد العصر ويستحسن برضو قبل النوم، وآية الكرسي مقررة. نأكل كل يوم أول ما نقوم الصبح نأكل 7 تمرات عجوة أول ما نقوم على الريق، 7 تمرات. ويستحب طبعا أنه يكون من تمر المدينة. المسك، في كتير جدا هاجموني في موضوع المسك. أشد عذاب على الشيطان والجن المسك. نجيب المسك الإنجليزي المركز، في خفيف، لا نجيب المركز. هنجيب المسك نقرأ عليه ما تيسر من القرآن، ندهن منه تحت الأنف، شعر الرأس، اللحية، حول السرة أو أسفل السرة. هنجيب برطمان عسل، برطمان عسل نحل نضيف بقى. هنضيف عليه زيت حبة البركة وهنقرأ عليه الرقية الشرعية. البرطمان أهو أقرأ كده، نفسي فين؟ في البرطمان، وأقرأ عليه الرقية الشرعية. هناخد معلقة الصبح صباحا ومساء. هنجيب برطمان زيت زيتون، هنضيف عليه، هنقرأ برضو عليه الرقية الشرعية. كل ما أعمل أكل بعد ما يطهي بعد طهيه أخد معلقة من زيت الزيتون وأعمل بيها الأكل. ويستحسن أدهن من الزيت يوميا قبل النوم. أدهن إيدي، الأطراف، القدمين، أسفل الظهر. دي حاجة. الحاجة التانية هنجيب 7 لتر ماء. 7 لتر ماء. طيب ناخد الاتصال دوت وبعدين نكمل. سماح اتفضلي يا سماح. السلام عليكم. لو سمحت يا استاذ. اتفضلي يا سماح. انا ببقى مخنوقه ومتضايقه كده وما بصليش يعني وبقطع. نعم. ببقى متضايقه على طول وبقطع في الصلاه وبحس بخنقه كده. بتحسي بايه يا سماح؟ بحس بخنقه. ايه اللي خنقك يا سماح؟ مش عارفه. طيب حاضر، اكتبي طب اللي انا بقول عليه دوت ماشي، وكلميني الحلقه الجايه. جزاك الله خيرا. هنجيب 7 لتر من الماء. 7 لتر ماء. هنجيب ورق صدر، مسك انجليزي، ورق صدر اللي هو ورق النبق. ونجيب شابه مطحونه ونطحن ومسك انجليزي. نطحن الكلام ده كله فين؟ في 7 لتر الماء. هنقرا عليهم الرقيه الشرعيه. في ناس كتير جدا مش عارفه ايه هي الرقيه الشرعيه. لقد اكتفى بعض اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقراءه الفاتحه. والله انا اقرا ونيتي الشفاء والله يتخف. نغتسل من الماء دوت 7 أيام بعيد عن الحمام. محدش يغتسل بالماء دوت في الحمام. الإكثار من ذكر الله والنوافل وقيام الليل، الوضوء قبل النوم
وقراءة آية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة والكافرون. نقرأهم على أدينا ونقرأ المعوذتين والإخلاص ونمسح بهم الجسد قبل النوم. طيب مين معنا؟ سناء. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضلي يا سناء. أنا معايا ابني الكبير 18 سنة. نعم. مايا مش بيصلي، بهدي يعني على طول يسمع الصلاة ويقعد عادي كده وما يصليش. بس أنا خايفة عليه، يعني بقول يعني برضو في حساب بكرة، ولو مت طب في حد هتقول إيه ربنا وكده، ودايما عصبي كده. نعم. انت بص يا سناء، يعني برضو مش 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 بالضرب وبالعافيه وبالكلام دوت، هو الشات من العباده لازم ان احنا نحب ربنا سبحانه وتعالى. احب ربنا هصلي تمام، لكن بالعافيه والكلام لا. انا لما اعمل حاجه بحب احسن ما اعملها بالقوه. ومعلش واحده واحده، يعني واحده واحده عليه، وربنا يرضى عنا وعنك يا سناء يا رب. زي ما قلنا قبل ما ننام، قبل ما ننام هنقرا آية الكرسي وما تيسر من القرآن ونمسح بهم الجسد قبل النوم. بالنسبة في ناس كثيرة جدا تقول لي أنا دايما عندي خمول، دايما بنام كتير حتى ما بروحش في النوم بسرعة، دايما مخنوقة. بالنسبة يا جماعة لضربات القلب السريعة بصفة مستمرة دون أسباب طبية، ممكن اجتهاديا نجيب نبات البردقوش نغليه ونستنشق البخار بتاعه، ده الموضوع القلب جميل جدا، ممكن أشربه بس يستحسن إن أنا أستنشق البخار. طيب السلام عليكم. كل السلام. اتفضلي يا سحر. ممكن اكلم الشيخ احمد؟ ايوه معاك يا احمد، عليه اتفضلي. حضرتك انا بقالي فتره طويله بتعالج من سحر عقارين، وكنت رحت الاخ فاضل، يعني كان قال لي ان انا اقرا سوره البقره كل يوم. تمام. وسوره الكهف والزخرف وقاف. تمام. والبرنامج ده انا بقالي فتره طويله ماشي عليه، والحمد لله يعني انا حاسه ان انا بتحسن، بس حاسه ان اللي انا بعمله ده مسكن، يعني كل ما بهدى شويه بقى الموضوع بيرجع تاني، حالتي بتتدهور تاني. تمام. طيب عملتي حجامه قبل كده يا سحر ولا لا؟ عملتها. الدم كان عامل ازاي؟ كان لونه غامق شويه، كان اسود وتقيل يعني، يعني عند دكتور. طيب ما ارتحتيش بعد الحجامه؟ ايوه. ما ارتحتيش بعدها؟ ارتحت برضو بعدها فترة، وبعد كده تعبت تاني. طيب انا عايزك تستمر برضو على الشيخ قالك عليه والبرنامج. يعني هنا الحمد لله، يعني ربنا رزقني ربنا رزقني بالعمرة وبالحج يعني، واغتسلت بماء زمزم اكتر من مرة. طيب تمام. والحمد لله انا بحفظ القرآن، بس حالتي يعني هو انا عندي 42 سنة ولسه انسة، يعني ما فيش اي حاجة بتتم يعني. حتى اي حاجه تانية غير الجواز بتفشل، يعني ان انا اشتغل او ان انا اجيب شقه واخد خطوه في حياتي كل حاجه واقفه يعني. نعم. طب موضوع الزواج، يعني في حد بيتقدم ويجي، يعني يجي يتقدم ويمشي ما يجيش تاني؟ في ناس كتير بتتقدم بس ما فيش اي حاجه بتتم. طب بيمشي بدون اسباب ولا بيبقى في سبب؟ لكن انت المبدا مش مرفوض يعني. انا لا، هو انا ببقى على طول مخنوقه، انا ببقى هو انا اول ما اعرف ان حد جاي لي ببقى مخنوقه ومتوتره، اول الموضوع ينتهي بتلاقي نفسك ارتحت، بحس بمغص وبتوتر. تمام تمام. طب الحاله الشيخ قال لك انت عندك ايه لما رحتي له؟ هو قال لي سحر عقارين. طيب انت رحتي له مره واحده بس يعني؟ لا، انا رحت لناس كتير يعني، كلهم قالوا لي نفس طيب. الكلام، قالوا لي سحر عقارين. طب انت سمعتي كان بيتقرا عليها قران، كان في حاجه بتحضر وبتتكلم وما كانتش بتخرج، يعني كانوا بيحاولوا يخرجوه من جسمي فما طيب. كانش بيخرج يعني. انت سمعتي البرنامج العلاجي اللي قلته صح؟ بيحاولوا ان هم يخنقوه برضو. انت سمعتي البرنامج العلاجي؟ بقالي فتره طويله ماشي عليه رؤيه شرعيه، وبجيب 7 ورقات نب وبحطهم في ميه وبقرا رؤيه شرعيه وبشرب منها وبستحمى. تمام. طيب هاتي ورقه وقلم هقول لك على صوره الصفات ورشف طيب. الاركان بتاع الشقه يعني. طيب بص يا سحر، هاتي ورقه وقلم هقول لك على مواضيع حجامه تعمليها، بعد ما تعمليها تكلميني هقول لك تعملي ايه. شيماء السلام عليكم. الو. اتفضلي يا شيماء. الو. اتفضلي يا شيماء السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. بص يا شيخ النبي، قولي لا اله الا الله. انا قولي لا اله الا الله الاول. الو. قولي لا اله الا الله، ما تقوليش النبي تاني. بقول لحضرتك انا كذا مره اتخطب
وابقى خلاص هتجوز وكده قبلها بشهر ولا حاجه بتتفشكل بدون اسباب يا شيماء؟ نعم ايوه من غير اسباب والله. تمام بتصلي ولا لا؟ رحتي لكذا شيخ وكده ويفكلي وبيبقى عندي عمل وكده. يفكلك ايه يا شيماء؟ انت ايه اللي بتشتكي منه اصلا غير كده؟ نعم ايه اللي بتشتكي منه غير كده؟ في اعراض الاعراض اللي انا قلتها ديت موجوده فيكي؟ ايوه كلها موجوده؟ ايوه بيبقى في اعراض وكده. طيب وعملتي اللي انا قلته دوت؟ نعم عملتي البرنامج العلاجي اللي انا قلته من شويه؟ عملته وقرات على ورق وشربته وبرضك ورق بستحمى بيه 7 جمعة وكده. تمام وبيبقى خلاص بييجوا يتكلموا وبيمشوا. طيب ماشي. طيب بص يا شيماء انت في نت عندك في البيت ولا مفيش؟ لا ما عنديش. طيب معلش يا شيماء بس انت بس اتصلي بس بالاخت دلوقتي على الارقام اللي على الشاشه هتقول لك برنامج لتيسير الزواج هو اجتهاديا ان شاء الله ربنا ينفع بيه ان شاء الله وما تروحيش لمشايخ تاني. ماشي يا شيماء جزاك الله خيرا. بالنسبه بس المواضع طبعا هتلاقي الناس كلها دلوقتي بتتصل عشان برنامج تيسير الزواج لكن هو يعني اجتهاديا. موضوع يا جماعه مواضيع الحجامه لازم اكون صايم اللي انا هقوله دوت اتعمل غير كده يبقى الحجامه مش صح. لازم اكون صايم طبعا ما يكونش فيه سكر او ضغط لازم اكون محلل سكر او ضغط وهعمل هكون صايم قبل الحجامه ب5 ساعات ما اكونش لا واكل ولا شارب. الحجامه على الراس الكاهل اللي هو الكتفين اللي بيعمل حجامه هيبقى عارف المواضيع اللي انا بقولها ديت. الراس الكاهل الاختعين الركبتين اخر فقره في الظهر. الرأس الكاهل الأخدعين الركبتين آخر فقرة في الظهر مع حرق الدم عقب الخروج. الدم لما يطلع يحرق وما يحرقوش في بيتي. يتحرق ليه؟ هقول بعد هذا الاتصال. طيب آخر اتصال يا مولانا شيماء اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضلي يا شيماء. ازيك يا شيخة؟ الحمد لله. لو سمحت حضرتك أنا كل ما يتقدم لحد وكده بيرجع يعني وكده وبيقول يعني بيقول لهم اللي هو شكله بشكل وحش يعني وكده. بيقولوا ايه؟ انا مش شكلي وحش خالص. بيقول شكلك وحش؟ يعني بيخاف مني بيقول انا خفت منها يعني مثلا بيبقى جاي وخلاص الموضوع هيتم وكده ويقول لهم خلاص لا انا خايف منها خفت منها شكلها. طب الموضوع ده حصل مع واحد بس ولا مع اي حد بيجي لك؟ لا مع اي حد بيجي لي يعني حصل 3 قبل كده يعني كان في بيجي وبيمشي ما كنتش بعرف بيجي وبيمشي ليه. نعم. طيب يعني كذا واحد بقى 3 يعني كانوا مثلا ناس تقول انت انتوا مشيتوا ليه وكده. طيب يا شيماء عشان وقت الحلقه بس يا شيماء اتصلي بالرقم اللي هو 011 دوت هقول لك برنامج لتسهيل الزواج. شيماء وشيماء اتصلوا دلوقتي هتلاقي الناس كلها بتقول انا شيماء دلوقتي. الحجامه مواضيع الحجامه زي ما قلنا المواضيع اللي احنا قلنا عليها الراس الكاهل الاخدعين الركبتين اخر فقره في الظهر مع حرق الدم عقب الخروج. ليه حرق الدم؟ لعدم تلاعب الشياطين بالدم. بعد ما اعمل الحجامه هقعد 2 أو 3 ما اكلش اي حاجه فيها البان. لا اشرب لبن ولا اكل زبادي ولا جبن. لا اشرب لبن ولا اكل زبادي ولا جبن. اكل مسلوق. بعد كده هعمل اي برنامج علاجي بفضل الله ان شاء الله هيجيب نتيجه ان شاء الله. يا جماعة أنبه على حاجة بس قبل ما أختم. موضوع الناس اللي بتحضر الجنية على جسد الإنسان أو جسد المريض لا يجوز وهذا ليس من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عدو الله أنا رسول الله. تقعد تقول له أنت مين عايز إيه روح الكعبة روح جبل النور تعالى حج خليك مع العفاريت اللي معايا كل ده كلام أونطة. حضور الجن على جسم الإنسان مش من هدي النبي. تاني حاجة بيمكن الجني من الجسم أكتر بيمكن الجن من الجسم أكتر. تالت حاجة حضور الجن على جسم الإنسان الجن بيتكلم عن طريق المخ والمخ ده رئيس مجلس إدارة الجسم بيموت خلايا في المخ. تلاقي الإنسان بعد ما ربنا يعافيه من هذا الابتلاء فجأة يبقى قاعد يتوه يسرح دايخ على طول. فكل الكلام ده مش من هدي النبي محمد. سنة النبي محمد كلها خير. فبالله عليكم مش عايزين نبتدع مش كل واحد يعمل حاجة يميز بها نفسه. فإن شاء الله لحديثي إليكم بقية في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم الأسبوعي حقائق وأوهام. وأشكر بصراحة يعني
كل القائمين على هذا البرنامج جزاهم الله عنا كل الخير مما يفعلونه من مجهود، والله ربنا يبارك فيهم يا رب. وأشكر في الصوت أستاذ محمد شلتش، وفي الإضاءة حمادة جمال، وفي الديكور حسن، وتصوير حبيبي حسن عبد السلام، إخراج أحمد عزت، ومخرج منفذ محمود عبد العال، وفيديو فونت سيد البالي، جزاهم الله عنا كل خير. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا وأن يحفظكم من شرور شياطين الإنس والجن. أحبكم في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أتدري من يزيل الهم أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيف